اهلا بيكي. مبارك لحضرتك على التكريم. وتقولي ايه النهارده عشان تبقى زي التكريم ده؟ اقول الحمد لله. الحمد لله. بس نادي من السنين السريه الحقيقه كان فيه كم اعمال مشرف ومجهود فيه. هو طول الوقت فيه مجهود كبير، بس يعني المجهود كان لائق، يعني كده يعني حاجه مشرفه. طب تفتكر ايه سر نجاح العمل وان ابطاله ياخدوا جوائز بقى؟ يعني ايه سر نجاح العمل؟ الجديه. الجديه والالتزام ومعرفتك باهميه اللي انت بتقدمه مسؤوليه. التكريم بيمثل ايه الفنان؟ يعني التكريم هل هو زي الوقود اللي بيخلي الفنان يستمر؟ طبعا، يعني ما اقدرش يعني يقول لك انت ماشي صح. صح. يعني صح اكتر كمان كامل فعلا. انا شايفه فتره سنين وصلنا عن بعض بسبب الموبايل شيطان اعصر. ايه الخطوط الحمراء في مشوارك الفني؟ يعني الخطوط الحمراء اللي لا يمكن تتغاضى عنها في العمل. بمعنى ايه؟ مش فاهم. بمعنى ان في اعمال فيها خط احمر، يعني ما ينفعش حد يتجاوزها، يعني او معايير اختارك للاعمال. ان انا احبها، ان انا احبه واحترمه واصدقه. غير كده شايفه ازاي نجاح بقى المداح الاول والثاني والثالث والرابع؟ ما خفتوش من التجربه دي؟ احكي لنا عن الكواليس في العمل ده. والله الكواليس حلوه وطيبه، كانت كواليس طيبه جدا. جدا، مش هقدر اقول لك يعني. ده سر من اسرار الاستمراريه. الناس كلها حابه، والناس كلها حريصه، الناس كلها بتخلص، كله حاسس انه العمل ده بتاعه. كتر ما اسريه قوي قوي. طب هل فعلا التتر كان فيه دعوزه حقيقيه؟ التتر فيه دعوزه حقيقيه؟ الاغنيه بتاعت التتر. الناس خافت والله. لا طبعا، لا ازاي؟ هل هم ده كان نجاح للعمل؟ يعني الناس خافت. هل ده كان نجاح للعمل الناس تفكر بالتفكير ده ان هو حقيقي وتعويذ؟ طبعا شيء طبيعي. فانتوا انبسطتوا. لازم يصير الجدل. الجدل ده شيء. فنانه حنان سليمان دايما بتشارك في الاعمال المهمه، شفناكي في حبيش، شفناكي في مسلسلات، عامله دور قوي، ادوار قويه. ايه سر ان الجمهور بيحسك قريبه منه؟ يعني بتاخد الكواليس كل شخصيه ازاي؟ عشان انا واحده منهم فعلا. عشان انا بحس نفس الاحساس. انا بحس نفس. انا حبيت الشغلانه لان يعني حبيت التمثيل، علشان هو بحس ان انا لسان حال المجتمع. لما رحنا كواليس مسلسل المداح خفنا من المكان بصراحه. ايه اللي كان بيحصل لحضرتك؟ فين المكان؟ مكان حلو جدا. لما رحنا مكان لطيف وكبير. كان يخوف احنا لا 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 بالعكس، مكان حلو من احلى اللوكيشنات اللي انا برتاح فيها. لا والله. طب عارفه الجزء الخامس ولا لا؟ لا، العلم عند الله. ده بقى انت ما تعرفش ليه كده؟ ما انت بتقول بتديني، بس مشيئه ربنا بقى. لو في تجربة سينمائية هتفضيها الفترة الجاية ولا لا؟ السينما. طب السينما بالنسبة لك أصعب ولا المسلسلات أسهل ولا مثل لك إيه؟ أنا أدوار الدنيا بتبقى أصعب. لا، بالنسبة لي كل واحد كل واحد خصوصا إن إحنا بقينا بنشتغل مسلسلات بنفس تكنيك السينما. ما بقاش فيه، يعني كان زمان التكنيك مختلف. كنا بنشتغل بثلاث كاميرات وكان موضوع مختلف. دلوقتي بنشتغل بنفس التكنيك بتاع السينما. الأعمال القادمة. لا لسه ما فيش. طب هل في عمل فني ندمت عليه؟ بصراحة. بص، هو أنا بطبعي ما بندمش. بس أكيد في. أكيد في طبعاً. مش هتسألني وتقولي إيه هو. طب أسباب الندم إيه؟ أسباب الندم. أسباب الندم إن أنا ممكن أكون ضعفت عشان ما عنديش شغل. صح. ضعفت عشان ما معيش فلوس وعايزه فلوس. يعني الفنان ساعات بيضطر يقبل بدور من اجل المال. او عشان يعيش حياته. يعني صح. ما هو الشغل ده برضه مصدر دخل. صح. وعنده اسره. الا لو هو عنده مشاريع بره وعنده شغل تاني بره. مش هيضطر. بس او حتى ممكن يضطر، مش لازم عشان الفلوس. ايه اكثر الادوار عشان يرجع عشان يبقى موجود. صح. تواجد. صح.
لان انت لما بتختفي المساله بتبقى صعبه شويه. بالظبط. ربنا يعينك. ايه اقرب موقف واقرب موقف حصل لك مع مين؟ معجب. اقرب واقرب موقف يعني النهارده. يعني امبارح يا فندم يعني في فنان كبير بدون ذكر اسماء ضرب واحد. هل ممكن تعمل لي زيه؟ بصراحه كان زين قبل ما اكون فنان. هو الفعل ما يصحش. فعل غير مقبول. انا ما اعرفش هو ايه الظرف اللي حصل. احنا كلنا ممكن نتصرف تصرفات خطأ. لازم فعالية مثلا. نتيجة انفعال. بالعكس هو ده بيدور نفسه. مع اساء. الشخص هو اساء حبيبي نفسه. والله يعني انا ما اقدرش يعني. صعب ان انا اتكلم واقول رأيي في حاجة زي دي مع الحكم على البني ادمين. صعب. شيء احنا ما بنبقاش نعلم بكل جوانب الموضوع والحكاية والدوافع والظروف. اخيرا بقى يعني رسالتك للجمهور في عيد الاضحى وهتعمل ايه في العيد ان شاء الله؟ ولا حاجه انا بس بقعد في بيتي. انت قصتك ايه؟ تقول ايه الجمهور الطاب في مناسبه عيد الاضحى؟ كل سنه وانتم طيبين، كل سنه وانتم بخير. بخير يعني بخير كل حاجه، بخير بالمعنى يا رب يا رب. وطيبين بالمعنى مش طيبين يعني حنينين. يعني بخير. بخير يا رب. كل سنه وحضرتك. شكرا ليكي ولا